لم يكن الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مناظرته مع منافسه دونالد ترامب هو ذاته بايدن في انتخابات عام 2020. بايدن السابق منطلق اللسان، واضح الأفكار، قوي الحجة. أما بايدن اليوم فهو متلعثم بكلامه، مرتبك بأسلوبه، ضعيف بحججه، لم يكمل فكرة بدأها. هذا الحال أثار قلق الديمقراطيين، حتى باتوا يتحدثون علناً عن ضرورة البحث عن بديل لمواجهة ترامب الذي يعتبرونه تهديداً خطيراً للديمقراطية الأمريكية. ورغم أن بايدن لم يبدي حتى الآن أي إشارة أو نية للخروج من السباق، بل إن حملته رفضت بشكل قاطع هذا الاقتراح، فإنه في حال قرر عدم الترشح فإن نائبته كامالا هاريس المعروفة بظل بايدن ستكون خيار الحزب الديمقراطي. لكن هل ستنال هاريس دعم الديمقراطيين جميعاً أم أنها ستواجه بعض العقبات؟ بحسب صحيفة الجارديان البريطانية، فإن من المتوقع أن تواجه هاريس منافسة شرسة من كل من حكام ميشيغان وإلينوي وكاليفورنيا وماريلاند، كما أن بعض الديمقراطيين يرى أن الوقت المتبقي غير كاف لاستبدال بايدن كمرشح للحزب الذي سيعقد مؤتمره منتصف أغسطس في شيكاغو. فهل يغامر الحمار الديمقراطي بمواجهة الفيل الجمهوري برجل قال عن نفسه: أعلم أنني لست شاباً لأقول ما هو واضح، أعلم أنني لم أعد أمشي بسهولة كما اعتدت، ولم أعد أتحدث بسلاسة كما اعتدت، ولم أعد أتناقش كما اعتدت.